السلة مهم برشا منذ أصحاب الافتتاح، وهذه أمامكم تشكيلة الترجي التونسي، الانطلاقة للترجي التونسي، نتمنى موفق إن شاء الله في البداية. عرف يمشي يوسف عرف، التقاطعات يخرج جماعي، زاد الافتتاح من حسن جماعي في بداية المباراة، والتسديد والتعديل التونسي، يمشي يوسف عرف يلعب الكرة اللعب الدائرة، فما تدخل لكن الانطلاقة للزمالك المصري. انطلاقة قوية لهذا الهجوم، ويضيع برشا مجهود بدني في الهجوم، هذه تسديدة ممتاز في راس جديدي، اندفاع كبير برشا، لاعب انه يلعب رقم اثنين كان يطلع قاعد، فما تدخل وفما المرور وعملية خلى اللاعب الزمالك المصري يقوم بالباساج دوبرا نتاعو، هذاك واحد من افضل الاظهرة عطاء في كرة اليد التونسية، محاولة التسديد صالح الاعداد الان باش يمشي معرف قدام الدفاع، يخرج جماعي يوصل الكره، ديكالاج، مازالت العمليه اللي في الترجي التونسي ممتازه وذكيه جدا للجناح، التسديد في القائم الثاني من لاعب، تمريره طويله لطارق جلوس، مش يجبد معاه الدفاع المصري واعطى الكره لطارق جلوس، نجح جيد ونجح في مغالطه محمد صفر، تدخل اسلام جبالي يكمل معاه للاخر، تمشي لعبد الحق بن صالح، التدخل فما كان معناها تقريبا ما كملش قدام لانه دفاع الزمالك طالع برشا، شوف العمليه سهله. عمليه تقاطع مع بابين لاعب الدائره، يصبح يلعب ويختار يلعب بزوز للترجي التونسي اللي كان ضغط على هجوم الزمالك، عمل تسرع في هجوم الترجي كان من الافضل وممتاز محمد. امتار سدد له حسن وليد كي قدم القدام، فما لاعب لعبه بزوز لاعب ما يلزم مشاركة معرف تسديد وضيع الكرة لهنا باش تكمل العملية اللي فات اللاعب الدائرة، يلزم محمد صفر يتصدى لكن يكمل العملية محمد علي. صحيح دور كبير لعبد الحق بن صالح منسق لعب في هجوم الترجي الذي التونسي، محاولة التسديد مرة أخرى مش تغلط بهم، كريم الهنداوي يمشي مرور التقاطع يمكن تكمل على لاعب الدائرة، بالفعل توصل الكرة للاعب الدائرة اسلام شبالي، ممتاز هجوم الترجي الذي التونسي، وقت اللي ما يلقاش الحلول الترجي يلقاهم على مستوى لاعب العملية، شوف اللاعب تقدم لأنهم يعرفوا جيدا حازم باشا، توا التركيز على الجهة هذه، توا يلقى الحلول الترجي أمدار ويلزم يدخل في المباراة بوغانمي 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 سجل دور نهائي ممتاز ضد النادي الافريقي في نهائي الكاس، اكيد مدرب الزمالك المصري هذا الكرة مرتين وثلاثة على كل اللاعبين، يمشي ديما ويفركس على التسديد من حسن وليد من الزمالك المصري، والهجوم الان للترجي التونسي، عبد الحق صالح يحاول مر الكرة للاعب الدائرة ممتاز، يكون من افضل اللاعبين في العالم في المركز بتاعه، هذا احمد الاحمر يحاول يتعدى يسدد وينجح ويجيب دقيقة ما حصلش على استبعاد، شوف العشوف ولو انه بعيد متقدم يستغل كما يجب الاقصاء لمدة دقيقتين للاعب الزمالك المصري، ممتاز التمرير ممتاز الانفصال معناها الاليات نتاع الدفاع ضد احمد الاحمر، تو شوف احمد الاحمر ممتاز، يلا يلا كمل الرياضي التونسي، عملية التقاطع وممتاز المرور وممتاز الهدف، ويرجع كرة الهجوم عاكس في الترجي التونسي، يلا يلا بلال ممتاز بلال تونسي، فما مشي بالكرة لهنا في كرة اليد وقت اللي يزلق اللاعب تعتبر خطأ ضده في الهجوم، مشي بالكرة والهدف لأنه مدافع ممتاز جدا خاصة تكتيكيا ذكي جدا، لاعب رقم أربعة اللي ماسك الآن مكرم سلامة، هذا تدخل فما العملية الأحمر يلعب مع منسق اللعب، محاولة التسديد المصري احمد الاحمر قدام محمد صفر وينجح في تسجيل رميه السبعه حارس المرمى، لكن وقت اللي هو يسدد بزوز متر اربعة ونص متر وخمسة ممتاز لازم يسجل جلوس محمد علاء السيد يلعب الكرة، لا شوف سعود هذا ممتاز، سعود هذا ممتاز تلعب الكرة حسن الاحمر او احمد الاحمر، تدخل الدفاع وترجع الكرة للترجي، تمشي مباشرة الوجه لوجه تزيد بوغانمي الترجي الرياضي التونسي، بلال العبدلي يمشي يلعب كرة مع حازم باشا ممتاز جماعي جماعي وممتاز الهدف تومي، لأنه بوغانمي تعب في الدفاع، تعب في المحاصرة الفردية والمحاصرة تقوم بها على احمد الاحمر، هجوم عكس سريع لفات الزمالك ويسجل يسجل الزمالك، هي طارق جلود يلعب الكره، يلا باش تسدد الكره سهله في القائم الاول كما يلزم في الكره هذه، ما لزمش ترجي يقبل الكره هذه، برافو محمد الثغره والاضافه تجي من حارس المرمى ممتاز اخراج الكره، لكن كريم الهنداوي سترجع الهجوم للزمالك المصري، فان دو باس بالتالي الحكام كانوا قراب، واحمد الاحمر مجددا في تنفيذ رميه سبعه امتار باش يضيعها الاحمد، باش يضيع لا يسجل
سجل اجل انه يعطي اكثر حلول ويلقى اكثر حلول على مستوى الهجوم الدرجه الثانيه. مره اخرى هو اللي ياخذ القرار ويقول بدايه التمريرات لهنا لهجوم الزمالك المصري. يلزم الدفاع الترجي يقف كما يلزم. ممتاز ممتاز يلزم الترجي يقص الكره هذه. محمد صفار المره ينجح في التصدي للكره هذه. احمد الاحمر ينجح ايضا عنده اهميه باش تكون في اخر المباراه على المستوى البدني لانه الزمالك مش قاعد يعتمد على بكر كريم هنداوي. مهم انه ينجح اسامه البوغاني في تسجيل رميه 7 امتار. اسامه البوغاني ضايع. رشادي خليل يلعب مع منسق اللعب محمد علاء السيد. دور كره لفايت الزمالك المصري. حسن وليد التسديد وكره في وسط دقيقه في الجهه الثانيه. محمد علي وفريق الزمالك المصري متقدم على الدرجه التونسي. بن صالح يسدد وينجح. للزمالك المصري محاولة المرور من منسق اللاعب الأول تجي للزمالك المصري من الظاهرة تتسجل. يلزم الترجي الهدافي التونسي يرجع. ممتاز ممتاز الدفاع إمكانيات كبيرة برشا. إمكانيات دفاعية كبيرة برشا. ممتاز التونسي طموحات كبيرة عليه هو صحيح. أكيد تدخل ركبانة من أقصى التشتيت فما مرور بقوة. كرة مرمى شاغر وتسجل شوية. إذا تقدم له راهو ما عندوش الذكاء اللي مش يلعب اللعب الدايرة يصرحوا لاعب حسن باشا يمشي بالواحد ضد واحد. حسن باشا يمشي عبد الحق يسجل لكن طريقة التسديد من عبد الحق بن صالح ممتازة برشا ويرجع الزمالك المصري. لأنه الزمالك المصري هذا شو معناه فريق كبير أنه يلقى لك الحلول مهما كانت وضعية التسديد. الزمالك المصري لأن مطالبين الحكام باش يرفعوا ايديهم. اللاعب السلبي بالفعل تمريرة أحمد الأحمر يسدد وتعدى ياسين. لازمها تمشي أكيد مازالت مباراة ما إلا دور أول لكن الانتصار في مباراة كما هذه مهم. السيد يحاول يهيئ الكرة لحسن وليد من أجل التسديد. يسدد عبد الحق بن صالح. بلال العبدلي يحاول المرور وصل الكرة محمد كما يلزم وتهديد باللعب السلبي لهنا. احمد الاحمر باش يحاول يمشي يلعب الكره فما دخول برشا مقدم عليه حتى كان مسدد من 11 12 من متر هذاك. شوف هذه تمريره متسديده تمريره متسديده يسدد بطريقه سهله برشا ويرجع على طال الدوري والكاس في الحمامات في المنتخب 37. كره عبد الحق بن صالح يلعب مع رجب شوشان. ممتاز يسجل ياخذ الكره هذه بالدفاع بالاندفاع يقدم غسان التومي يطلع ايضا اللاعب عبد التسديد في المرمى. شوشان ياخذ الكره يحاول المرور مره اخرى بمفرده يلعب الكره مع بلال العبدلي لكن يخسر مره اخرى الكره وخطا جديد للترجي التونسي على مستوى روبلي ديفونسيف والعوده سريعه للدفاع. محمد علي بحر يقطع هجوم معاكس فما رمي 7 امتار في الترجي على مستوى 4 اهداف ويمكن يرجع الترجي التونسي على مستوى 4 اهداف اذا ينجح في تسجيل رميه 7 امتار. هذه التمريرات على مستوى الهجوم ممتازه معاكس مكرم اسلام محمد علي بحر والهدف ممتاز. 2 في حدود 9 امتار تقريبا يلزم الانتباه للاعب الدائره معناها صحيح. شوفوا عمليه فما اللي في الترجي تكمل على الجناح. الترجي مسجل ضيع الكره وتدخل لفيت الزمالك المصري تكمل على رمضان يفتح الزاويه ويسجل مجددا في اتجاه عبد الحق بن صالح يسدد وفما الكره تمشي للجناح ورفع الكره ويسجل. يمشي معرف الواحد ضد واحد. لا يا معرف تومي يلعب لاعب دايره ثاني يوخر دفاع الزمالك المصري. يلا باشا ترجي يلزم يقف كما يلزم يعاون يلزم الكره توصل صعيبه الاصيل النملي. ممتاز تعب المهاجمين ما تقولش باش تخليهم يوصلوا لك. المصري ما يلزمش تسجيل الهدف هذا. ثواني على نهايه المباراه. الترجي التونسي في الهجوم يوسف العبد هجوم قداش من هجوم توا ما لقاش الحل. الهجوم عبد الحق بن صالح رجب شوشين ممتاز الدفاع المصري يحاول التسديد ياخذ الكره. غسان التومي جناح في الاعداد عمر مصطفى تمشي الكره. احمد الاحمر لعب التسديد وينجح الميدان خل زميله ولا واحد كره اليد واضحه. الكره اللي في الترجي تمشي الجناح يفتح الزاويه محمد علي بحر وينجح يمشي باش يفركس الواحد ضد واحد يمرر الكره توصل الكره الحل الزمالك المصري ذكاء كبير في مستوى الهجوم. لهنا الترجي الرياضي التونسي كما قلنا مطالب بالشقر نقاط قوه الفريق المصري ونقاط ضعف. توا للترجي الرياضي التونسي يلزم التسجيل بسرعه يلزم يصير التمرير توصل الكره لغسان التومو ينجح في التسجيل. ضد 6
ويعرفوا كيفاش يتعاملوا ويربحوا برشا وقت على مستوى الهجوم. تقريبا ما تفيقش بهم منقوصين عددين وما يستغلش الترجي اخرى يلقاو الحل على مستوى الهجوم. شوف العمليه حتى شوف. وقت الياس حشيشه مازال دوبا دخل مازال ماهوش حاضر متحور ما نعمل له فانت حتى شوف العمل يكتمل عدديا الزمالك الاحمر قدام اصيل النملي ينجح في تسجيل سن واحد يمكن من احسن لاعبين المصريين على مر التاريخ احمد الاحمر صراحه لمنا بط الهجوم يرجع مصري للزمالك المصري. شوف التقدم في دفاع الترجي معناتها كره ترجع لي تحشيشه بالغالب دفاع الدور وقدم مشجع لكن هنا اشكاليه خاصه من ناحية دفاعية للترجي كرة الجناح توصل وتسجل في الأهلي وما كانش في أفضل حالاتها بكل صراحة كما تعودنا من أصيل ولا من محمد صفر كرة الجناح يفتح الزاوية يسجل غسان التونسي أصيل النملي يمكن لهنا مع تأخر في النتيجة معناها ما عادش فما الحماس اللي كما بدأت المباراة الكرة اللي فاتت الزمالك تسديد وينجح كرة كبيرة برشا لقاها اليوم الزمالك المصري في 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 الهجوم جاب شويه وتدخلوا فما اليد نتاع جاب شويه عبدلي وتدخل الدفاع ويقطعها الدفاع وترجع الكره اللي فاتت الزمالك المصري واكيد نهايه المباراه بانتصار الزمالك المصري. كريم هنداوي بالفعل مستحق تتويجه بجائزه احسن لاعب في المباراه. رجل البطوله ما زالت طويله. الترجي التونسي قادر على التدارك وان شاء الله كما وزوز فرق تونس باش في الاخير المتوج يكون تونسي وممثل.